الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل والإخلاص والصدق مع العافية التامة الدائمة لنا ولأهالينا وبلادنا والمسلمين، آمين. إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة 36 من برنامج الكلمة الطيبة، نستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من الأخطاء التي تحصل لبعض المصلين فيما يتعلق بالسهو في الصلاة، فبعض المصلين عندما يحدث لهم ذلك يعيدون الصلاة ويعرضون عن إصلاحها، مع أن العلماء قد اتفقوا على أن التقرب إلى الله بالصلاة التي حدثت فيها السهو مع الترقيع ومع إتمامها، وهي التي يسميها الفقهاء بالصلاة المرقعة، إتمام هذه الصلاة أولى من إعادتها، كما ذكر ذلك الإمام القرافي والإمام الحطاب والعدوي وغيرهم. قال القرافي: التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها أو الشروع في غيرها، والاقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتها. ذكر ذلك في كتابه الذخيرة وغيره. كذلك قال الحافظ الإمام ابن عبد البر: قال: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال في الساهي في صلاته أن يقطع ويستأنف. وهذا علامة على فقه الإنسان وعلى اهتمامه بأمر صلاته، أن يتعلم باب السهو، بحيث لو أنه حصل له خلل في صلاته سواء كان يصلي وحده أو كان يصلي إماما بالناس، خاصة الإمام. وللأسف نجد كثير من الأئمة في المساجد ولا يعلمون باب السهو، وإذا حدث لهم خطأ فإما أن يقطعوا الصلاة أو أنهم يطلبوا الإعادة مع المأمومين وهكذا. والأولى كما ذكرت هو التقرب إلى الله بالسنة، والسنة التي فعلها صلى الله عليه وسلم هو ترقيع الصلاة وإتمامها وجبر ما حدث فيها من خلل بسجدتي السهو، وإن كان فيه ركن لابد من الاتيان به وهكذا. وهذا أيضا خطأ يعتقده بعض الناس، أن الفرائض إذا تركت، إنسان نسي قراءة الفاتحة أو نسي الركوع مثلا أو نسي سجدة أو سجدتين وهكذا، أي ركن من أركان الصلاة، فيعتقد أنه إذا أتى بسجدتي السهو فإن ذلك يجزئه وصلاته صحيحة، وهذا الاعتقاد خاطئ والصلاة باطلة، لأن سجود السهو يجبر السنن وأيضا يجبر الزيادة في الفرائض، أما النقص في الفرائض أو الأركان
فيجب الاتيان به ولا يجبر بسجود السهو. فالفرائض التي هي في الصلاة تنقسم إلى أنواع، منها فرائض لا يمكن تداركها وهي فرضان: النية وتكبيرة الإحرام. فلو سهى الإنسان عن النية أو سهى عن تكبيرة الإحرام فهذا يبتدي صلاته من جديد، لأنه لازال في بداية صلاته وسهى عن الركن الأول وهو النية أو الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام، فهذا يعني يبتدي صلاته من جديد، فهو لم تنعقد صلاته أصلا. والنوع الثاني هو فرائض يمكن تداركها أثناء الصلاة، وهذا بالنسبة للفرائض بخلاف أو ما عدا النية وتكبيرة الإحرام، هذا يعني يمكن تداركها أثناء الصلاة، مثلا الفاتحة، إنسان قرأ السورة ونسي الفاتحة وقبل أن يركع تذكر ذلك، فعليه أن يأتي بالفاتحة ثم يأتي بالسورة ويتم صلاته ولا شيء عليه، لأن الزيادة هنا زيادة قولية وهي سنة وهي السورة، فلا سجود عليه. ولو تذكر بعد أن ركع فهنا يرجع لقراءة الفاتحة تدارك، وهكذا في باقي الأركان، الركوع أو السجود أو الرفع من الركوع، إذا تذكر قبل أن يعقد الركعة التالية لركعة النقص، تذكر مثلا سهى في الركعة الأولى عن الركوع قرأ الفاتحة والسورة ثم هوى إلى السجود مباشرة، ثم في الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع، فهنا عليه أن يرجع للركعة الأولى ويأتي بالركوع، ويستحب أن يقرأ شيء من القرآن قبله، وتلك الزيادة كلها هوية للسجود وأتى بالسجدتين وغيرها، كل هذا يعتبر زيادة، وهو في حالة كونه كان ساهيا فعليه أن يأتي بسجود بعد السلام، لكن عليه أن يأتي بالركن الذي فاته يتداركه. لكن لو هو يعني عقد الركوع من الركعة التي تلي ركعة النقص، بمعنى لو كان سهى في الركعة الأولى عقد ركوع الثانية، لو كان السهو كان في الثانية عقد ركوع الثالثة، وهكذا عقد الركوع بمعنى رفع رأسه من الركوع، فهنا فات التدارك، فماذا يفعل؟ هنا يلغي الركعة التي فيها النقص ويلغيها من حساباته ويعتد بما هو في الركعات التي هو فيها، وهكذا بحيث أن يعني يكمل صلاته مع إصلاح ما يمكن إصلاحه، ثم يأتي بسجود إما قبل السلام أو إما بعد السلام لكي يجبر له الخلل الذي صار، ولكن يجب أن يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها. فالأركان لا يجزئ فيها سجود السهو، ولكن يجب من الإتيان بذلك الركن. أما النوع الثالث من أركان الصلاة، أركان والإنسان استمر في صلاته حتى سلم من الصلاة ثم تذكر أنه نسي مثلا الفاتحة أو الركوع أو سجدة في الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، فهو لما سلم فهنا فعليه أن يرجع إلى مكانه، ما دام ليس هناك فاصل طويل يرجع إلى مكانه ويكبر تكبيرة الإحرام، ينوي بها الرجوع إلى الصلاة ويلغي تلك الركعة التي فيها النقص، ويأتي بركعة رابعة مثلا إذا كانت الصلاة رباعية، ويكمل صلاته تلك الركعة ويأتي بسجود بعد السلام. أما إن كان طال الوقت أو خرج من المسجد مثلا وهكذا، فهنا الصلاة تبطل ما دام هو نسي فيها ركنا ولم يتدارك ولم يأتي بركعة بدل تلك الركعة وفاتت الوقت وطال الزمان، فهنا عليه أن يعيد الصلاة. وهنا فائدة تفيد الإنسان في هذا الباب ذكرها بعض العلماء منهم الإمام ابن بشير وغيره، فقال: أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. وأفعالها كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلسة الوسطى والتيامن عند السلام. يعني جميع أقوال الصلاة ليست بفرض، كلها سنن إلا ثلاثة، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام، هو قولنا السلام عليكم في آخر الصلاة، هذه الثلاثة فقط فرائض. بعكس أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة ليست بفرائض، وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلسة الوسطى
لي التشهد الأول مثلا، والتيامن بالسلام لما تقول السلام عليكم وتحرك وجهك إلى جهة اليمين. هذه الثلاثة أفعال هي سنن، أما باقي أفعال الصلاة القيام والركوع السجود الجلوس كل هذا فرائض. فهذه فائدة تعين على فهم باب السهو. كذلك من الأشياء المهمة في باب السهو أن الإنسان إذا قرأ سرا في محل الجهر أو جهرا في محل السر فعليه سجود، يعني مثلا صلاة الظهر صلاة سرية، فقرأ الفاتحة قرأها جهرا، والسنة فيها أن يقرأها سرا، فهذا قرأها جهرا ثم ركع تذكر في الركوع أو بعد الركوع، فهذا يستمر. لماذا؟ لأن السر والجهر في محله أي في قراءة الفاتحة هو من السنن، فلا يرجع إليه وإنما يسجد قبل السلام أو بعد السلام حسب السهو الذي حصل له والصلاة صحيحة. فهو هنا في هذه الحالة أبدل السر بالجهر، بدل أن يقرأ الظهر يقرأ الفاتحة سرا قرأها جهرا، فهو يعني في زيادة الصوت، فهنا يسجد ماذا؟ بعد السلام. ولو كان العكس يصلي صلاة العشاء بدل أن يقرأ الفاتحة جهرا، أو في المغرب مثلا بدل أن يقرأ الفاتحة جهرا فهو قرأها سرا، إذن هو فنقص، فهنا يسجد قبل السلام. وإذا التبس عليه الأمر الإنسان فدائما القاعدة التي نقولها للعوام الذين لا يتقنون هذا الباب، دائما السجود يكون بعد السلام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سجد قبل السلام ولم يكن هناك داع للسجود فهنا قد زاد سجدتين في الصلاة بجهله. ولرأي بعض العلماء أن الجاهل كالمتعمد فصلاته باطلة، ولكن لما يأتي بالسجود بعد السلام فهو قد أجزأ وصلاته صحيحة. وهناك بعض الأئمة من يرى السجود كله يعني بعد السلام. فإذا أبدل السر بالجهر فهنا يسجد بعد السلام، إذا أبدل الجهر بالسر يسجد قبل السلام. والأولى كما ذكرت أن يأتي دائما للشخص اللي هو غير متقن لباب السهو يأتي بالسجود دائما بعد السلام. كذلك هناك سنن يسجل لتركها نتعرض لها بإذن الله تعالى في الدرس الآتي. في الفقرة الوعظية كلمنا في الجمعة الماضية عن أمر عظيم خطير وهو مستشر ومنتشر، وهو بعض الناس من يتهور فيسب الدين والعياذ بالله، أو يسب الجلالة إما هكذا لا مبالاة، وإما يقول يعني يتعذر بأنه غضبان. وكما ذكرت أن كل هذه لا يعد عذرا، فقط هو استيلاء الشيطان على الإنسان. وفي نقاط أحب يعني أن أكملها لتتم الفائدة. للأسف يعني من النقاط هو يعني تتأسف أن ترى نحن المسلمين الذي ديننا أعظم الأديان وأصح الأديان وهو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، تجد المسلمين يسبون دينهم، مع أن تجد كثير يعني مليارات من الناس وملايين الذين يتبعون الأديان الباطلة التي هي إما أديان سماوية وقد زورت وقد زيفت وقد بدلت وحرفت كدين النصارى واليهود، وإما أديان أرضية من يعبد البقر أو يعبد الشمس أو يعبد الكواكب أو يعبد يعني أديان لا حصر لها باطلة كلها، لا تجد أحدا يسب دينه. هل تجد أحد من الهندوس مثلا يسب إلههم، يعتقدون إلههم البقر مثلا؟ لا تجد أحد يسب إلا المسلمين. والأسف الشديد يعني كيف يستدرج الشيطان لكي يخرج من يستطيع إخراجه من الدين، لكي يدخله إلى النار هكذا، ويعني يتحجج بالغضب وبالعدار التافهة المردودة. سبحان الله، تجد الأديان الباطلة يعظمون دينهم ويحترمونه مهما حدث لهم، ونحن ديننا الحق هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النقطة الثانية المهمة وهي أن باب التكفير ضيق جدا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن لا نكفر أحدا بعينه، حتى لو رأيت أحدا يسب الدين مثلا أنصحه وأغضب لله تعالى ولو داخليا. للأسف يعني حتى لو أنا خفت منه مثلا أن يبطش بي شخص يعني معه سلاح أو غيره، ولكن يجب أن أغضب داخليا،
لا أرضى بهذا الكفر، لا أرضى بهذه الردة، لا أرضى بهذه المعصية الكبيرة جدا جدا جدا، ولكن مع هذا لا أحكم عليه بالكفر. ما معنى هذا؟ بعض الناس من يقول أنا لم أسب الدين الإسلامي وإنما سببت دين ذلك الشخص، بمعنى أخلاقه دينه هو، وإن كان هو الأكثر أنهم يسبون الدين بدون أن تخطر على بالهم هذا الأمر، ولكن جاء في الحديث ادروا الحدود بالشبهات. فنحن لا نكفر أحدا، هكذا أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. ولهذا يروى عن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال لو أن المسلم قال قولا يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإسلام من وجه واحد لحكمنا بإسلامه. يعني 99% كلامه أو ما فعله أو غيره يحكم بأنه كفر، ولكن لقينا تأويل 1% أنه يحتمل الإسلام، فدائما كما قال علماء إدخال 1000 كافر في الإسلام أهون على الله من إخراج مسلم واحدا. فباب التكفير ضيق جدا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن في بعض الناس كما أن هناك طائفة ذكرناهم وهم العياذ بالله المستهترون بالسب والشتم سواء كان للدين أو للخالق والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هناك طائفة أخرى في المقابل لا يحل لهم إلا أن يرموا الناس بالتكفير وفلان كافر وهذا كفر وهكذا، حتى أحيانا مسائل مختلف فيها بين العلماء، يعني يكيل ألفاظ التكفير أو التبديع أو التفسيق لكل من خالف فكرة، لكل من على غير مذهب هو، وهذا خطير جدا، لأن رمي المؤمن والمسلم بالكفر لم يكن أهل ذلك ترجع على قائلها. جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما القائل الذي قيلت له وإما القائل. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم حتى أهل الأهواء والبدع الذين كانوا في عصرهم لم يكفرهم، سواء كانوا من الشيعة أو من المعتزلة أو من الخوارج لم يكفرهم، ذكروا يعني وضحوا كلامهم وأنه هذا يقتضي الكفر وأن حيث أن يكون الشيء واضح، ولكن لم يرموهم بالتكفير هكذا مباشرة، لأن من خاف كل كما قال العلماء كل من خاف الله سبحانه وتعالى استعظم القول بالتكفير لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ التكفير أمر هائل عظيم الخطر. لأن من كفر شخصا بعينه قال فلان كافر بعينه هكذا، معناه كأنه حكم له بالخلود في النار أبد الأبدين، وأنه في الدنيا مباح الدم والمال ولا يمكن من نكاح المسلمة، ويعني أيضا يفسخ عقده إن كان متزوجا ولا يرد ولا يورد كما ذكرنا في أحكام الردة ما يترتب عليها. فالأمر ليس بالهين، يكونش الإنسان يعني متحمس للأمر في هذا الشأن، لابد من تحكيم العقل وأيضا تحكيم الشرع، الشرع هو الذي أمرنا بهذا الأمر، خاصة الآن في بعض المسائل اللي هي دقيقة حتى العلماء يعني اختلفوا فيها وحاروا فيها، بأتي شخص مثلا يعني يسمع من شيخ معين أن هذا الأمر لا يليق أو بدعة أو غيره، فعلى طول يرمي الآخرين بالتبديع وبالتفسيق وأحيانا بالتكفير، وهذا ما نشاهده وصل الأمر إلى التقتيل والتفجير، كل هذا بسبب الفهم الخاطئ والتجرؤ والتهور في هذا الأمر والعياذ بالله. قال الإمام الطحاوي وهو من أئمة السلف صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة التي عليها إجماع الأمة، قال لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه. يعني الإنسان كان مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا جحد هذا الإيمان وهذا أمر قلبي أو دار شيء يعني واضح يسمو فيه الكفر البواح، اعترف هو بلسانه قال والعياذ بالله بلسانه أنه هو كافر أو كذا، يعني كفر الكفر العظيم ليس كفران النعمة، فهذا الذي يخرجه من الإسلام، ثم ما يتيقن أنه ردة يحكم بها،
وما يشك أنه ردة لا يحكم بها، لأن الإسلام ثابت لا يزول بالشك، كيف والإسلام يعلو؟ هذا كلام الإمام الطحاوي. وينبغي للعالم إذا رفع إليه أي سؤال عن مكفر أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام، هذا كلام الإمام الطحاوي، وهكذا كلام الأئمة. فهنا بعض الناس قد يتبادر إلى الذهن، مدام الأمر هكذا وأن أمر التكفير ضيق جدا وهذا هو الشرع وهذا هو المطلوب، فلماذا وما فائدة معرفة الألفاظ المكفرة أو الأفعال المكفرة؟ ما الفائدة منها؟ الفائدة منها كما قال العلماء هي أن معرفة أن هذه الألفاظ من المكفرات أو هذا الفعل من المكفرات هذا شيء، والحكم على المتكلم شيء آخر. يعني يجب الإنسان يتعلم أن هذه الكلمات ينبغي أن لا تقال، هذا الفعل يجب أن لا يفعل، هذا السب والعياذ بالله كذا، لكن لما يأتي شخص يقول هذه الكلمات لا نسرع بتكفيره، ننصحه ونطلب له الهداية ونأمره بفعل أشياء يرجع بها الإسلام، ولكن لو أصر وبقى لا نحكم بتكفيره. ففرق بين المسألتين، أن تعلم هذا الشيء من المكفرات حتى تجتنبه حتى تربي أبنائك عليه وحتى يعني تنصح الناس، وبين أن يفعل شخص ما شيء أنت تعتقد أنه كفر وقد يكون هو ليس بكفر، أو قد يكون هو متأول أو عند نية أخرى كما ذكرت، فمن هنا لا تحكم عليه بالكفر. فليحفظ المسلم لسانه عن إخوانه المسلمين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: خاصة أهل السنة المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام هي أنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاد حيث عذره الله ورسوله، فالكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة وليس هو في يد كل أحد، يعني يعطي صكوك الحرمان لمن شاء والغفران لمن يشاء حسب هواه ورغباته. ولقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في آرائهم، واختلف التابعون والأئمة من بعدهم في اجتهاداتهم، وما تدابروا وما تقاطعوا، وما طعن بعضهم في بعض، وما جرح بعضهم بعضا في اجتهاد أو رأي، وإنما كانوا على سرر المحبة متقابلين. وشعار كل واحد منهم: علينا أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهذه أيضا مسألة مهمة، لما نذكر الألفاظ المكفرة علينا أن نجتنبها حتى لا ننزلق في تلك الهوة السحيقة التي لا خروج منها إلا بعفو الله، وإلا وأيضا في المقابل علينا أن لا نكفر أحدا. أيضا من المسائل التي يجب أن نكملها في هذا الموضوع أن الإنسان كما ذكرت إذا سمع السب، وهذا من الأمور التي قالها العلماء، سب الدين أو سب الجلالة والعياذ بالله من الكفر الصريح، عليه أن يغضب لله تعالى، وإن كان في استطاعته أن ينهى ذلك الشخص أو أن يوقفه عند حده فهذا واجب عليه شرعي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي، وإلا أقل شيء أن ينكر بقلبه وأن يغضب. أما إن كان ولي الأسرة فهو مسؤول عن أسرته وأولاده، فهو مسؤول مسؤولية مباشرة بحسن التربية والتوجيه والتعليم والتعويد على احترام المقدسات وتعظيم هيبة هذه المقدسات في النفوس، هذه مسؤوليته الأب، ليس كذلك الأب والعياذ بالله الذي قال وأنا أيضا أسب. إذا كان رب الدار الدف ضاربا فلا تلومن الأطفال فيه على الرقص، هذا ليس بأب هذا، وسيحاسب حسابا عسيرا. الأب الصالح هو الذي يغرس في أبنائه تعظيم المقدسات، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. هذا عليه أن إذا سمع من أولاده عند لعبهم مثلا أو خصامهم هكذا شيئا من ذلك والعياذ بالله، فليعاقبه عقوبة موجعة لا ينساها أبدا حتى يجنبه
شرا عظيما، ويتعود على هذا الأمر يعني وتعظيم المقدسات وهو في نشأته، فيكبر معه ويمتلي قلبه بالمهابة والخوف والتعظيم، وتصلح حياته بإذن الله تعالى. أما إن كان يعني ليس الأب في أبنائه سمع مثلا أحدا في السوق أو في الطريق أو في الإذاعة وغيره، فعليه أن يغضب غضبا شديدا داخليا، وإن استطاع كما ذكرت أن يمنع ذلك المنكر فليفعل. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن إذا كانت موجودة المعاصي والمخالفات والعياذ بالله الكفر والسب والشتم للمقدسات وباقي الناس غير مبالين، فإذا أتى العذاب يعم الجميع، كما حصل لبني إسرائيل عندما اعتدوا في السبت ولم ينصحهم البقية، فهكذا مسخوا قردة وخنازير. وهذا أيضا من التعاون على الأمر بالمعروف. كذلك من الأشياء التي تجب على من وقعت منه الردة، اللهم عافنا، إذا كان سب الجلالة أو أحد المقدسات أو نبي من الأنبياء، وفي كلام لعلنا نتعرض له بإذن الله وهو يعني يوجب الردة من باب التذكير، فمن وقعت منه هذا الأمر اللهم عافنا وإياكم، يجب عليه أمور: أولا العودة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، لابد ياتي بالنطق بالشهادتين. بعض الناس يستغفر، الاستغفار لما الإنسان ياتي بمعصية، أما لو قال كلمة أو فعل فعلا هو ردة والعياذ بالله، عليه أن يعود بالشهادتين، لا يجزئه الاستغفار بعدين يستغفر، لكن بداية يعود بالشهادتين ويقلع عما فعل ويندم ندم شديد ويستغفر ويطلب من الله الصفح والمغفرة، ويعزم على ألا يعود لذلك، ويبكي ويكثر من الطاعات. كذلك من الأشياء الواجبة في حقه قضاء ما فاته من واجبات الشرع أثناء الردة، عليه أن يقضي تلك الواجبات من صلاة وصيام. كذلك يجب عليه تجديد عقد نكاحه، يجدد عقد نكاحه، يعني معنى يأتي بعقد جديد، كي يعني الأمر ليس بالهين، قد فسخ ذلك العقد الأول بردته والعياذ بالله. فهذه الأشياء يجب عليه الإنسان أن يأتي بها إذا وقعت منه الردة وتاب إلى الله، اللهم يتوب علينا جميعا. والخوف من الردة ومن الكفر كان ديدن الصحابة وديدن السلف الصالح والصالحين من بعدهم، كانوا يخافون الكفر لأن عليه غلطة لسان، وهكذا لو لم تدركه الإنسان عناية الله سبحانه وتعالى، ولو لم تدركه يعني النجاة من الله والعصمة والحفظ، قد يأتي بمعاصي فتكون سببا في الردة، لأن كما تقول القاعدة المعاصي بريد الكفر. ولهذا كان سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه الصديق الأكبر، يعني ثاني رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة، لما ارتد كثير من المسلمين عن الدين الإسلامي بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، فرضي الله عنه خشي على نفسه، مع أنه قد ضمن له رسول الله أنه من أهل الجنة وأنه رفيقه وما عما فيه من خصائل رضي الله عنه وارضاه، فكان دائما يقرأ في إذا صلى يعني أي صلاة يقرأ قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن المكفرات كل قول أو فعل صدر عن تعمد واستهزاء بالدين والعياذ بالله. بعض الناس يعني من ينكر عذاب القبر أو نعيم القبر ويقول من اللي مشى للقبر وجاب الخبر، هكذا بالاستهزاء. الذي أتانا بالخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور السمعيات التي يجب الإيمان بها كأمور الآخرة، هذه لا تخضع للعقل ولا غيره،
هكذا تلقيناها بالقرآن وبالسنة، تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها التابعون عن الصحابة، حتى وصلت إلينا بطريق التواتر. ويجب الإيمان بها، ويجب عدم الاستهزاء والعياذ بالله. لذلك من المكفرات السحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها أو عبادة الشياطين، أما إن خلى عن العبادة فهو حرام وكبيرة من الكبائر، ولكنه ليس بكفر. كذلك من المكفرات والعياذ بالله إلقاء المصحف أو جزء منه في القاذورات لغير عذر ولا قرينة تدل على عدم الاستهزاء، والمراد بها النجاسات مطلقا حتى ولو كان البصاق، وهكذا الأمور التي في العرف أن هي ملوثة وأنها فيها إهانة، فلو فعل ذلك مع المصحف بقصد الإهانة يكفر ويرتد، ولو رأيناه لا نكفره لأن لعله بدون قصد كما ذكرت. وهذه مسألة أخرى أيضا، يعني الإنسان لو وجد قطعة من المصحف أو ولو آية مرمية في القادورات فعليه أن يعني على طول يرفعها من مكانها حتى ولو كانت عليه جنابة. الشخص اللي عليه جنابة لا ممنوع عليه مس المصحف، ولكن في هذه الحالة يقدم تعظيم المصحف على هذا الأمر، لأنه لو رضي ببقاء المصحف أو جزء منه في القاذورات فكأنه رضي بالكفر والعياذ بالله، فعلى طول يرفعها ويعظمها. وكما ذكرت في دروس الماضية أن أحد السلف اسمه بشر الحافي يعني كان رجلا عاديا، وقيل أنه كان مسرفا على نفسه، ولكن رب العزة غفر له ويعني أعطاه ما شاء الله، أصبح من كبار الصالحين، كل ذلك بتعظيمه لورقة وجدها فيها اسم الله ملقاة في الأرض، فلم يحتمل ذلك فرفعها، وكان معه دانق هو سدس درهم مبلغ بسيط جدا، فاشترى به عطر ثم عطرها ووضعها في مكان لا يعني تأتيه لا نجاسة ولا غيره من باب التعظيم. فلما نام في الليل رأى هاتفا يكلمه يقول له: يا بشر، لقد عطرت اسمنا فلنعطرن اسمك في الدنيا والآخرة. فتاب إلى الله تعالى وصار من كبار الصالحين، كل ذلك بتعظيمه لاسم الله ولشعائر الله. والآن نحن في نهاية العام الدراسي، يجب علينا أن نلاحظ أبناءنا الكتب التي كانوا يقرؤون فيها، إن كنا بحاجة إليها استبقيناها وضعناها في مكان، لأن فيها كلها في بدايتها فيها بسم الله الرحمن الرحيم وأسماء المؤلفين فيهم من اسمه عبد الله وهكذا، وبعض الكتب كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية فيها الآيات والأحاديث، فيجب أن لا نجعلهم يرمونها في الأرض وهكذا تداس أو تهان. وإن كنا بغير حاجة إليها نرجعها للمدرسة، وإلا يعني أضعف الأيمان أوراق كراسات فيها اسم الله، فيها آيات قرآنية، فيها أحاديث، علينا أن نحرقها بنية الإكرام. حرق الكراسات أو الكتب التي فيها الآيات القرآنية والأحاديث، أيضا حتى الأحرف العربية قال بعض العلماء بهذه بنية الإكرام، هذا مطلوب ومستحب، وقد فعله الصحابة على رأسهم سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بنية الإكرام. وهكذا يجب أن نعلم أبناءنا تعظيم الشعائر، لا نسيرهم في رمي الكتب في أي مكان تداس وتهان وهكذا بدون أي اهتمام، لأن فيها اسم الله تعالى. وللأسف الآن تجد كثير الأوراق المرمية، ولكن هناك قاعدة شرعية تقول: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر، الآن إذا أنت أردت أن ترفع كل ورقة مرمية في الطريق مثلا وتقول لعل فيها آية ولعل فيها اسم الله وغيره، ففي مشقة شديدة أحيانا في الطريق والسيارات تمر بسرعة، فالقاعدة تقول إذا ضاق الأمر اتسع، يعني أنت غير مأمور وغير ملام على عدم رفعك الأوراق إلا إذا تيقنت أن تلك الورقة فيها اسم الله أو فيها آية قرآنية، فهنا يعني قد تعين عليك الأمر. أما إن وجدت أوراق مرمية في الطريق أو بجانب سور مثلا مدرسة أو غيرها، فأنت غير مطالب شرعا بأنك لابد أن تفتش لعل فيها اسم الله وغيرها، لأن فيها مشقة. لو أنت تعنيت ذلك و
توقفت وفتشت وأخذت الأوراق التي فيها اسم الله مثلا أو غيرها وأخذتها لتحريقها إكراما فلك الأجر والثواب. ذلك من الألفاظ المكفرة هي أن الإنسان والعياذ بالله يعتقد أن الله مشابه لخلقه مثلا أو أن هناك مخلوق مع الله أو إثبات ما هو منتف عنه إجماعا سبحانه وتعالى. قال تعالى ليس كمثله شيء كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. فالإنسان دائما كل ما يخطر بباله من أفكار يقول لا إله إلا الله ويقول لا يعلم الله إلا الله ويقرأ سورة الإخلاص ويتعوذ من الشيطان الرجيم تندفع عنه هذه الوساوس. أما أنه يشبه الله بخلقه أو يصفه بصفة من صفات خلقه فهذا والعياذ بالله يجر إلى الكفر. ذلك من الأمور المكفرة جحد آية أو حرف من القرآن مجمع عليه كالمعوذتين، ينكر آية أو غيره ويقول هذه ليست من القرآن، بل الإنسان أحيانا هكذا اللسان يعني يخرج منه، والاستهانة بالأنبياء، تعظيم الأنبياء من تعظيم الله سبحانه وتعالى. واحد من الناس يعني أتوه ليصلحوا بينه وبين جاره فقال لهم لو كان جاء النبي ما قبلت الصلح. يا سبحان الله، الإنسان جولك الناس أتوك لكي يصلحوا بينك وبين جارك، لو أردت أن تصلح وهذه صير يعني صفت وشيمت الكرام فبها ونعمت، وإلا أسكت. هو زاد الطين بلة فقال حتى لو جاء النبي فلن أصطلح معه. انظر الاستهانة، يعني استهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي تشم منها رائحة الاستهانة ورائحة عدم الأدب قد تجر إلى الكفر. في شخصان تخاصما في عهد ماض في عهد بعض العلماء المشهورين، عبد العزيز ابن عبد السلام سلطان العلماء، واحد منهم تخاصم مع الآخر فقال له، واحد قال للثاني أنت يا راعي الغنم. ففي البداية لم يرضها، اعتبرها سبة، كيف تقول لي يا راعي الغنم وهكذا. بعدين قال له أو رسول الله راعي الغنم. فالإمام ابن عبد السلام قال يجب أن يؤدب هذا الشخص، أنت في البداية اعتبرتها سبة واعتبرتها منقصة، بعدين تردها على رسول الله. إذا كان من البداية لما قيل لك يا راعي الغنم قلت وأي بأس في هذا، هذه مهنة عظيمة، الأنبياء رعوا الغنم، هذا لا بأس فيه، أنت هنا تشرفت بها، لكن في البداية أنت يعني اعتبرتها سبة واعتبرتها إهانة، فكيف ترجعها على رسول الله؟ انظر كيف يعني العلماء يدققون، لم يحكموا بكفره ولكن قالوا يجب أن يؤدب لكي يعرف كيف يتكلم. وهكذا الإنسان أحيانا رب العزة يعني أمرنا بالقرآن أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله تعظيما، ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كان بعض المنافقين واليهود يستغلون هذه الكلمة التي كان يقولها الأنصار بحسن نية وهم كانوا يقولونها بسوء نية من الرعونة، فرب العزة يعني أزال الأمر الذي فيه شبهة ونهى الجميع عن هذه الكلمة، كل هذا حفاظا على مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم. فربما الإنسان يضرب الأمثال بالأنبياء، بعض الناس من يقال له فعلت ذلك شيء يقول حتى رسول الله عصى والعياذ بالله، حتى رسول الله. لا تضرب الأمثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولا للأنبياء، نحن لا نبلغ تلك المكانة العالية، تلك العصمة التي جعلها الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ومن المكفرات شتم الصحابة أو تكفيرهم والعياذ بالله كما يفعل الروافض، الذين يعني الصحابة الذين أثنى الله عليهم بالرضوان وبالرضا في القرآن الكريم، والعياذ بالله يشتمونهم ويسبونهم ويكفرونهم، الله معافنا يا رب. كذلك من المكفرات أن يستحل محرما بالإجماع، يعني شيء محرم بالإجماع يعلمه الخاص والعام، كالخمر كالزنا كاللواط، يقول هو حلال لا بأس به والعياذ بالله، أو يحرم حلالا كالنكاح مثلا وهكذا،
أو ينفي وجوبه مجمعا على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس، يقول الظهر ثلاث ركعات ليست أربع ركعات هكذا عنادا. كل هذه الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة يعلمها الجميع، حتى الطفل الصغير يعلمها، من أنكرها في دار الإسلام لم يكن حديث عهد بالإسلام، ولكن في دار الإسلام أنكرها دل ذلك على أنه معاند مستهزئ، فهذه من موجبات الردة والعياذ بالله. فليحذر الإنسان، وكما ذكرت ونعيد هذه الأشياء، الإنسان يحذر في نفسه ويحذر أبنائه ومن يلوذ به وأهله وهكذا، ولكن لو صدرت من شخص ننصحه ولا نحكم بتكفيره. هذه هي القاعدة التي يجب أن نتمشى عليها. وللحديث بقية بإذن الله تعالى، والله ورسوله أعلم. الفقرة الثالثة وهي مسك الختام، وهي شيء من أخلاقه العظيمة وشمائله الحميدة صلى الله عليه وسلم، كي نتأسى بها ويزداد حبنا له فيزداد إيماننا عليه الصلاة والسلام. من خصاله الحميدة حبه الفأل الصالح وكراهته التطير. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. الطيرة هي التطير وهي التشاؤم، وكان العرب تزجر الطير إذا أرادوا فعل شيء، سفر أو تجارة أو حرب أو غيره، فيزجرون الطير فتتشاؤم، إن اتجه جهة معينة تتشاؤم وإن اتجه جهة أخرى تتفائل، فهذه الطيرة. وفيها نسبة الأمور للطير وهو مخلوق، وأبدلنا الله تعالى بهذا الفعل الجاهلي، أبدلنا صلاة الاستخارة إذا أراد المسلم أن يقدم على أمر، سواء كان سفر أو زواج أو عمل أو دراسة أو غيره، واحتار بين أمرين، فهنا يأتي بصلاة الاستخارة ركعتين ثم يدعو الدعاء المشهور فيستخير ويستشير ربه، وهذا هو الإيمان. أما الفأل فهو الكلام الطيب، كان يحبه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، كلمة حسنة المبشرة. مثلا أنت تريد السفر فسمعت شخص ينادي يقول: يا سالم، عند مثلا صاحبة أو أخوه اسمه سالم، قال: يا سالم، فأنت تستبشر بذلك أن بإذن الله رب العزة سيكتب لك السلام في سفرك، فتستبشر وتفرح، فهذا لا شيء فيه، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الكلمة الصالحة. هكذا الدين يحب التفاؤل، يحب الكلام الطيب، ويبغض ويكره التشاؤم والكلمات التي هي خبيثة. روى الترمذي عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. يتفاءل بكلمة راشد أي الرشد، ونجيح أي النجاح في تلك الحاجة. فالتفاؤل والاستبشار بالخير محمود شرعا. شخص مثلا ضاع منه شيء ويطلبه فيسمع: يا واجد، فيستبشر بذلك. أو التاجر يسمع شخص يقول: يا رزاق، يستبشر بذلك، وهكذا. والحاج يسمع من يقول: يا مبرور. أما التطير بمعنى التشاؤم فهو منهي عنه شرعا كما ذكرت. كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. نفى رسول الله التأثير لهذه الأشياء، لأنه لا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا متصرف إلا الله. لا عدوى أي ليست هناك عدوى تؤثر بذاتها كسبب من الأسباب، والمؤثر هو الله موجودة صحيح. ولهذا جاء في آخر الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. لماذا تفر منه؟ لأن فيه
عدوى منه، ولكن لا تعتقد أن العدوى تؤثر بنفسها، ولكن الله هو المؤثر. لذلك التطير لا يؤثر الطير في شيء كما ذكرت، ولا هامة وهي التي يخافون منها أو روح الميت مثلا، ولا صفر كانوا يتشائمون بشهر صفر، وكل ذلك من الأشياء هي لا تؤثر بذاتها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المتصرف في الكون سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كل شيء لا يؤثر بذاته، وإنما إذا شاء الله أن يؤثر هو سبحانه وتعالى. إنسان عطشان مثلا فشرب الماء أحس بالارتواء، هل ذلك الماء هو الذي أروى العطش؟ أبدا، الماء هذا مخلوق، والإنسان العطش مخلوق، ثم رب العزة يخلق إن شاء الري وإن لم يشأ لا يرتوي الإنسان ولو شرب بحر الدنيا. النار مخلوق، والجسم الذي يقابله مخلوق ثاني، إذا التقى النار بالجسم فالله سبحانه وتعالى إن شاء خلق الإحراق. تقول القاعدة العقدية، إذا التقى حادث بحادث فالله يخلق أمرا ثالث، المخلوق مع المخلوق أمر الثالث يخلقه الله إن شاء. ليست النار هي التي تحرق بطبعها بقوة فيها مستقلة عن الله، والدليل على هذا أنها لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، والدليل على أن السكين لا يقطع بذاته، ولكن إذا شاء الله قطع وإذا لم يشاء لم يقطع، أنه لم يقطع رقبة سيدنا إسماعيل لما أراد أبوه سيدنا إبراهيم عليهما السلام أن يذبحه. وهكذا تعتقد أن جميع ما في الكون هي أسباب خلقها الله لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وأمرنا بالأخذ بالأسباب، أمرنا أن نأكل إذا جوعنا، أمرنا أن نشرب الماء وأن نتداوى إذا مرضنا، ولكن أمرنا أيضا أن لا نعتقد التأثير فيها، وإنما المسبب والمؤثر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يرى ما يكرهه وربما دخل عليه التشاؤم منه أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء يقوله الإنسان إذا رأى شيء وخاف أن يتطير أو تشاءم غيره، فيأتي بهذا الدعاء حيث يعني يوكل الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك، يعني أراد أن يقضي حاجته، ولما رأى الطير الذي كان يتعاملون به في الماضي في اتجاه معين فرجع كما يفعل أهل الجاهلية وأهل الشرك، فقد أشرك، يعني صنع صنيعهم. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ شخص الذي فعل ذلك، لأن كانوا حديثوا عهد بشرك وكانت لازال فيهم تلك الطبائع والأخلاق والممارسات. قال: يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فالإنسان دائما لا يتشائم ولا يرده شيء عن حاجته، هو خرج من البيت مثلا واجهته قطة سوداء أو غيره، لا يرد ذلك، يتوكل على الله ويستعين بالله، والمؤثر في الكون هو الله، والخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا كذا سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم، بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.